شيئا فشيئا يصبح الأمر جديا بالنسبة إلى الراقصة ماكو جونوفا. في اليوم الأول بعد عطلة المسرح تبدأ المرحلة الحاسمة من التحضيرات. يبدأ يوم العمل لأربعين راقصة وعشرين راقصا من مسرح فريدريشتاد بالاست بتدريب الباليه التقليدي. في العرض الجديد The Wild ليس من هذا العالم تؤدي نينا ماكوغونوفا الدور الرئيسي، لكن هذا ليس سببا لتمييزها، إذ لا أحد هنا يحظى بمعاملة خاصة. تدريب الصباحي قاس جدا ويتضمن رقص الباليه والرقص الكلاسيكي والرقص العادي. هذا مزيج من الفن والرياضات القاسية. صعب في الرقص الكلاسيكي أن تجعل التمارين سهلة مع أنها في غاية الصعوبة، وأن تجعله يبدو سهلا مع أنه مجهد للغاية، وأن تشعر بالمتعة رغم كل شيء. هذا هو الفن. منذ عشر سنوات وهي ترقص في مسرح فريدريشتاد بالاست في برلين. الأوكرانية المولد نشأت في الدنمارك وأتت إلى ألمانيا بمفردها في سن 13 للالتحاق بمدرسة داخلية للبالي. بعد انتهاء التمرين يتم تبديل الملابس بسرعة. مسرح فريدريشتاد بالاست في برلين تحول إلى ورشة عمل. لكل عرض يتم تغيير المنصة التي تبلغ مساحتها 3000 متر مربع. أمامهم هذه المرة 5 أسابيع فقط لإنجاز هذا العمل. لقد تم تطوير أدراج جديدة يمكن التحكم في كل درجة على حدة. حماية الدعاية تجري حاليا على قدم وساق. بدأ بيع التذاكر وجرى تقديم المخرجين مانفريد تيري موغلا وغولاند فيلك. المصمم الفرنسي كان راقص بالي في السابق وصنع لنفسه اسما كبيرا في مجال الاستعراضات. إنه صاحب الأفكار الخاصة بالأزياء أيضا. على رفيق دربه ستيفانو كانولي تصميم 500 زي. إنه يترجم الأفكار إلى أزياء صالحة للارتداء. في البداية يكون هناك رسم للشخصية. سبق للإيطالي أن عمل مصمما ورساما لدى دور أزياء عديدة، ومنذ عام 89 يتعاون باستمرار مع مارفريت تيري موغلا. الرسمة هي المرجعية الكاملة للتصميم، فالفكرة تكون في الرأس ويجب بلورتها على الورق، وبعدها تتم عملية التصنيع بالكامل، وذلك على أساس الرسم. دور نيفرتيتي سيكون واجهة العرض. خلال العرض سيتم إعادة الملكة المصرية إلى الحياة، وذلك في زي من تصميم ستيفانو كانولي. بحسب تصورات مانفريد تيري موغلا ستكون نيفرتيتي ملكة جديدة للنيل، ملكة الليل والنيل في ذات الوقت. كيف يمكن تصور هذا على نحو أفضل من جسد ذهبي مزخرف بعناصر من الفيروز؟ الفيروز هو لون مصر، الشمس والرمال هما الذهب، واللون الأزرق هو النيل. ماكو جونوفا ستجسد دور نيفرتيتي. مديرة البالي تستعد لهذا الأمر. عندما يكون لديك دور منفرد يتسلط الضوء عليك والكل ينظر إليك. عليك أن لا ترتكب أي خطأ، فالجميع سيراه لأنك تقف بمفردك على المنصة. يجب أن يكون كل شيء مثاليا، وهذا يمثل ضغطا كبيرا، ولكنه في ذات الوقت شرف كبير أنه تم اختيارك أنت بالذات لهذا الدور. هذا أمر رائع. أمام ستيفانو كانولي وقت قليل. إلى جانب أزياء نيفرتيتي عليه إنهاء 500 زي آخر في الوقت المناسب. أشعر بالتوتر تدريجيا، فتحويل الأفكار إلى واقع هو الشيء الأكثر إثارة بالنسبة لي. من الرائع أن ترى الفكرة قد تحولت إلى زي حقيقي بين يديك، لكن الأروع ربما أن تراه على المسرح.
في الحلقة التالية من سلسلة عرض برلينية، واحدة من أصعب التشكيلات الراقصة قيد التجريب، فهل سيتكلل ذلك بالنجاح؟